كيشيروا عليه بقرعه شويه بحجره بلدنا قلنا لهم تحيه وداديه لجماهير الريفيه درنا كما كنقولوا درنا معاهم شويه المرقه العربيه ديالنا درنا معاهم الصواب درتو معاهم الزوين درنا معاهم الزوين ما كنديروهاش ديما كنمشيو نشجعوا الوداد ما كنبغيوش نتسوقوا شي حاجه اخرى عاوتاني جلسوا شويه اطلعت الوداد انفو سالاو يلا ديماراو زقلوا ديك الكره ديال عبد الغني معاوي اللي هو اللاعب ديالنا اللي مسلفين الحسيمه الوداد قلب كبير خليني عاوتاني ما تكونش قلب كبير القلب كبير الوداد قلب كبير الدار كبيره ما دخلناش اللاعب ما غيلعبش في الوداد مشى يلعب يدبر على راسو يلعب في فرقه بريطي الفرقه الحسيمه في الوداد لعب كبير زيد اسيدي بدا ناض السيد بدا الحجر الحجر كيفاش مش من الحجر الحجر ديال التيموم هذاك التيموم عندهم في التيران حيت عندهم في الجهه اللي كانوا فيهم اقرب ليها كانوا كان بارير الاولى والبارير الثانيه واحد اللحظه رابط البارير الاولى تضربوا الدراري الضحايا جا الوالي الامن جا الوالي الوالي اللي من بعد التصاور ديالو تعرفش عليه في الجورنال هو اللي قال للبوليس حيدوا دوك الكرياج باش دخلونا العدد ديال الامن كان غير كافي والتدخل ديالهم الله يحسن عوانهم راعينا الموقف ديالهم شي حوايج اخرى ما اللي هي كيعلموها الى الله امور كبيره ما قادرينش يدخلوا بالصفه الحازمه اللي خصهم يدخلوا بها الاخرين كيشيروا بالحجر حنا تما الحجر كيجينا من الديور كيجي من برا كانت واحد الدار كتبنى عماره حدا التيران كاع الحجر اللي تما كامل دق علينا بلاش ما تطور الامر خرجوا الجمهور كنطلوا من الثقبه ديال الباب كتبان لينا مدينه كامله هايجه بسبب السي الحريري ملي عطى ديك الانفورماسيون غالطه بحال كيقول لهم ولادكم دابا راه كيضربوا بالتيران اللي جاوا التيران كيحاصروا التيران مع مدينه صغيره كلهم لا علاقه لهم بسميتو خارجين باش يقتلوا ولاد الدار البيضاء جايين محيحين في وسطهم جبتي الحريري غنضطر نعيط عليه لانك جبتي غنضطر نعيط عليه باش يقول لنا الراي ديالو في هذه القضيه قول لهم يعيطوا للسي الحريري باش نهضروا معاه لانه خصنا نسمعوا وجهه النظر ديالو حتى هو غادي نديروا اغنيه سمحوا لي نديروا اغنيه باش نعيطوا للسي الحريري باش نسمعوا وجهه النظر ديالو اغنيه سي عبد العزيز سمعي الكرام دائما على امواج راديو مصر عيطنا للسي حسن الحريري الزميل الصحفي ديالنا اللي كنقدروه باش عنده حق الرد ديالو لقينا التليفون ديالو طافي غادي ان شاء الله الوقت اللي بغى مرحبا به في المريخ الرياضي يعقب ويقول لنا وجهه النظر ديالو لانه حقه ناخذ وجهه النظر ديالو كنطلبوا المسامحه من ليلى منجيب لان خدينا لها 18 دقيقه من البرنامج ديالها غادي ناخذ كلمه اخيره دغيا موضوع كبير هذا الله خدينا 18 دقيقة نزيدو جوج دقائق أخرين عند ليلى منجيب غادي نبدا بالدكتور هلال تفضل دكتور كلمة أخيرة شنو هي شنو بان لك من هذا الحوار هذا وما يقع في هذا الموضوع هذا؟ تبان لي هذا حوار حضاري لأن كل ما كان الحوار كل ما كانت كتقلص يعني كل ما تحاورنا كل ما كنقصوا من المسائل الخلافية بمعنى أن كاين ما يسمى لا ديفيرونس بأو ولا ديفيرونس بأ كاين اختلاف بين الوداد والرجاء وكذا ولكن ما كاينش كاين اختلاف ولكن ما كاينش خلاف بمعنى ان كلهم كيحملوا واحد رقيص قميص وطني اللي ما يعني كيشرف البلاد ديالنا نقطه اخرى هي كنشكر كذلك يعني القناه الاذاعه بيتو معايا السي حسن الحريري كنشكره لانه عيط علينا ونعطيه حق الرد ديالو باش يقول لنا وجهه النظر ديالو نخليو الميساج ديالو مفتوح مع الجماهير المغربيه والجماهير الوداديه السي حسن الحريري شكرا لك انك لبيتي النداء ديالنا والنداء ديال الجماهير المغربيه الوداديه اللي كتعاتبك مرحبا بك معنا السي حسن الحريري السي حسن الحريري اذا معنا السي حسن الحريري باش نستمعوا للرد ديالو السي حسن اذا غادي نعاودوا نتصلوا به باش ناخذوا الراي ديال السي حسن الحريري نكملوا مع الدكتور كمل فقط كما قلت بعض النقاط اللي هي مهمه واللي في حقيقه استراتيجيه هاد الشغب والملاعب وكذا هذه ظاهره فقط ان هنا الى توت ان سيستيم كيلفو ريفوار يعني كاين النظام التربوي، النظام الصحي، النظام التعليمي، النظام ديال وزاره الشباب والرياضه، وزاره الاوقاف كذلك، يعني هذه على الجانب الاخلاقي كاين اشياء كثيره. اذا معنا السي حسن الحريري الزميل الصحفي ديالنا، ناخذوا الرد ديالو حول العتاب ديال جمهور الوداد البيضاوي في المقابله ديال الوداد والحسيمه. السي حسن الحريري مرحبا بك معنا في راديو مارس، واللي معروف عليك انك الشفافيه تقبلتي الدعوه ديالنا باش تعطينا الرد ديالنا. مرحبا بك معنا السي حسن. مساء الخير عادل الحضور الكريم صافي بليزير باش نسمع هذا لو ديالوغ بواحد الشكل ديمقراطي بناء وتحيه للجمهور الجماهير المغربيه تحيه للجمهور ديال فريق الوداد فريق الرجاء فريق الشمالي وكل الجماهير انا ما بغيتش نكون كبش ضحيه
هذا اللقاء اللي تبعوا الملايين على الشاشة الأولى. أنا كنت واحد موقع يسمح لي نشوف أشياء اللي تشاهدوهاش الجمهور. كنت موقع مناسب الدقيقة 37 ثانية تنشوف أن جي دو بيير يجي من الجهة اليسرى، والجهة اليسرى كانوا فيها بعض المحسوبين، دائما تنقول بعض المحسوبين على أنصار فريق الوداد، لأن الجماهير ديال الوداد معروفة بالشخص ديالها باحترافية التشجيع اسمه بالثقافة، وهذا شيء جميل يمكن يصدق المغاربة. شديك الحجرة وما تكلمتش عليها. لما المخرج عطاني الصورة الأولى ديال الكاميرامان اللي كان أمام المحسوبين على الوداد وكيفاش رشقوا بحجارة، ثم تكلمت بأن بعض المحسوبين يرشقوا الحجارة والكاميرامان كان في واحد الموقف صعب باش يتفق، وشهدت بالكفاءة ديال الجمهور فريق الوداد اللي ما حاضرش في اللقاء، وبأن فريق الوداد فريق كبير، وأنا في هذا الأثناء متواجد بين أحضان أصدقاء وداديين بكل ما تحمل الكلمة من معنى. سمعت منذ قليل على المدينة الفاضلة ديال أفلاطون، ما تمناوش نغرقوا في تلك التنميات ديال الفاضلة. لا شاهدناه في حسيمة يخديش الصورة الرياضية اللي حنايا باغيين نروجوها في المنتوج الرياضي. خصنا المسؤولين يعترفوا بأن واحد المجموعة، واحد الفئة قليلة هي التي عاتت فسادا، وهي التي اثرت وشعلت الفتنة. سي حسن، نعم سي حسن، هو السؤال اللي كان ولا العتاب اللي كان عند جمهور الوداد هو انه فئة قليلة تخرج غير من الوداد، بحال الناس ديال الحسيمه ما شيروا ما داروا حتى شي حاجه، وهذا هو العتاب الكبير اللي كان عند جمهور الوداد. انا غير هذاك لو جو دو فيير اللي جا من الجهه اليسرى، كون جا من الجهه اليمنى كون قلتو، لكن جا الجهه اليسرى اللي فيها بعض الفئه القليله اللي وصلت هذا. ولكن المشكله سي حسن، مشكل سي حسن، الفئه الصغرى اللي دخلت الملعب كنت عارف ان هناك اطفال صغار مدسين ديال الكبار غير تلفظ بكلمة نادية أو مثل هذا القدير تشعل فتنة كبرى. وما تمناش نوصل هذه المسائل، وما تمناش المسائل وصلت لي أنايا تهديدات عبر الرسائل، وتحتفظ بالأرقام ديالها وبالناس اللي كتبوا لي هذه الرسائل وفيها كلمات نادية، وقلت أنا حرام إنسان يوصل لهذه الدرجة هذه، وحرام على الجمهور ديال الفريق الوداد الحقيقي اللي ماشي هو اللي يوصل لي هذه المسائل هذه. إذا السي حسن الحريري شكرا لك على التوضيح ديالك، وهذا الرأي ديال السي حسن الحريري كنحترموه، وكنشكروك على الشفافية وأنك لبيتي الطلب ديالنا وعطيتينا الرأي ديالك. الجهة اليسرى، نعم تفضل، الجهة اليسرى اللي دوا على السي حريري في الموقع ديالو راه كنا فيها لي دو بيبليك، راه هو ما كانش ما بيننا وبين اخرى. شوف لا باش نفسر لك القضيه، الجهه اليسرى اللي دوا عليها راه كانوا فيها لي دو بيبليك، هو كان الجهه اليسرى ديال المنصه راه كان فيها جمهور الحسيمه الكرياج جمهور الوداد، يعني تما اللي كان لو جي دو بيير. انتوما عتاب ديالكم هذا حق ديالكم انكم تعاتبوا لانه جبد غير فئه ديال الوداد ولا جمهور الوداد، وكان حكم في قضيه ماشي خص يكون فيها حكم، ومعلق ما كانش غيدخل في هذا الشيء. هذا الراي ديالكم، سمعنا الراي ديال السي الحريري، كل واحد وسمعنا الراي ديالو. حنا كنشكروا السي الحريري بانه راه ماشي يلا غيبدا في هذه المهنه، حنا ماشي حاقدين عليه، باش حنا كان واحد شويه اللوم وشويه العتاب وتنحيوه على المهنه ديالو. انت قلتي شويه اللوم شويه العتاب، هو راه عنده واحد الميساج في شويه ديال الميساجات فيها غنقتلوك وغندبحوك وغنديروا لك. ما كنظنش كاع جمهور الوداد البيضاوي باش يوصل داك الشيء اللي قال هو، هادشي اللي قال هو، ما كنظنش بان جمهور الوداد البيضاوي غيوصل لهادشي كامل. حنا كندوي على الاحتراف، تنتمنوا يكون الاحتراف ديال المهنه، العقليه ديال الصحافه، عقليه مسيرين، وحتى العقليه ديال الجمهور. ما تنظنش بان الجمهور الرياضه غنوصلوا بزاف د الحوايج. كنتمنوا باش كيف جا في الرساله الملكيه ديال سيدنا الله ينصر، وحتى ديال السيد الوزير، ولا حتى ديال الناس الجامعين، باش كلشي ينخرط في داك النهج ديال الاحتراف. والاحتراف واحد المصطلح اللي هو ساهل، ان ما تبقاش العشوائيه، كل اللي يدير خدمته، اللي معلق غير يعلق، واللي محلل غير يحلل، واللي كاتب يكتب داك الشيء اللي تيشوف، وحتى الجمهور الدور ديالو يشجع. كنتمنى حتى هو يمشي غير يشجع. وهذه هي الرساله اللي كنوصلها. القضيه اللي قلتي راه زوينه، حيت دابا ولاو المشاكل حتى في الجمهور، ولا الجمهور مدرب ويلعب اللي بغى وما يلعبش اللي بغى. حديث المقال يا السي عادل، هذا الشيء كنعرفوا على الجمهور المغربي عامه، ماشي على الوداد، كنهضروا على الجمهور. هذه هي الملح ديال كره القدم السي عادل، هذه هي الملح ديال كره القدم. غير
كيف قلتي واحد القضيه عجبتني بزاف، كل واحد يدير خدمته باش اللي غيدير خدمته يديرها مزيانه ونمشيو كلنا لقدام ان شاء الله الاحتراف ان شاء الله. الله اللي نتمنوا يكون العام زي. انوار كلمه اخيره. كلمه اخيره هي كنتمنى من صميم القلب ان الوداد ما يكونش كبد فداء ديال هاد انا كتبان لي بحال الوداد صافي راه حكموا عليه هاد الناس هادو كنهضروا ما كنجبدوش كاع الجمهور ديال الحسيمه الاخ حسن الحريري لحد الان في التدخل ديالو بغيتو غير يجبد الجمهور ديال الحسيمه ما جبدوش نهائيا وكان الوداد كان تيشير على الجمهور ديال الحسيمه والحسيمه ما كيردوش والجمهور ديال الوداد خرج من داك كلشي كانت عبر الشاشه ديال التلفاز كلشي كان كيشاهد واش هاد الجمهور ديال الوداد كامل نفترضوا حنا كاينه فئه كما تنقولوا اللي مشاغبه واش هاد الجمهور كامل بالناس ديالو المثقفين اللي كيلوموا السي حسن الحريري كلهم شافوا داكشي اللي ما خصوش يتشاف يعني داكشي واضح انا كنتمنى بان الوداد ما تكونش كبش فداء ديال هاد الشيء هذا والقاضي اللي غادي يحكم انه خصو ندير واحد اللجنه ديال التحقيق راه ماشي في خمسه ايام او سته ايام اللي غادي نحكموا فوالا الوداد واش هي اللي دارت او لا الا شفنا غير اسمح لي الا طول شويه الا شفنا غير المشكل اللي طرا في ايطاليا فخدت القضيه خدت الوقت ديالها ومشاو الناس وقلبوا وشافوا الملعب وداروا عده تحقيقات باش في الاخر لقاو قرار فهادشي اللي كنطلب انا ماشي غدا ولا بعد غدا يخرجوا لنا قرار ديال توقيف او لا خدينا من هذه او لا خدينا من هذه لا بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للحسيمه لا انت تهضر كاين القانون لكن القانون فوق اي واحد اللي داكشي اللي غيتكتب على اساسه غادي 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 تحكم على دولة القانون دولة القانون وقابلين القانون نعم ناخذوا كلمة أخيرة موجهة كنتمناو للفريق الوداد غدا غدا لقاء جيران اللاعبين مع النادي الإفريقي التنقل ديال جماهير الوداد نتمناو للجيش ونتمناو للفتح التنقل ديال تنتمناو للفتح كذلك تنقل كبير قامت به جمهور الوداد اللي عنده فلوس البيي راه مشى لتما راه ماشي مشى تما غادي بطلبها كما قالوا شي وحدين كنتمناو أن ضبط النفس من جمهور الوداد هاد الأحداث تنسى هاد الناس اللي كيديروا هاد الحوايج جمهور الوداد خصهم يحيدوا حنا العمل ديالنا غيكمل وحنا ديما ورا الوداد وما عمر الوداد ما غطيح ما عمر الوداد ما غتنزل ما عمر قيمتي غادي طول ما كاين حنا كندافعوا عليها والسي الحريري التزم بالعمل ديالو كمعلق ما بقاش يقول شي حاجه اللي ما شافهاش الجهه اليسرى كنا فيها مخلطين بجوج والناس اللي تما راه كلهم ضربوا ما ضربوش راسهم والناس اللي تما قال محسوبين راه فعلا راه محسوبين على جمهور الوداد راهم جمهور الوداد اللي ضرب 700 كيلومتر وسط الفيراجات وسط الجبال باش يشوف الوداد راه ما يقدرش يقول لك هذا السيد مندس نعم اذا دكتور هلال شكرا لك سي محمد دكتور محمد هلال استاذ الجامع شكرا لك شكرا لمحمد المعزوزي الناطق باسم الوينرز سي خالد القندوسي رئيس جمعيه انصار وداد الامه سي انور العماري اللي هو راه ما كيجيني والو راه مستشار في الفندقه ومحب كبير لفريق الوداد البيضاوي مستمعينا الكرام الوقت ما كفاناش باش موضوع كبير وغادي نديروا ان شاء الله حلقات اخرى مع الجمهور ديال حلاله مع الجمهور ديال الرجاء مع الجمهور ديال الحسنيه الفراقي كلهم ديال المغرب الماس لا نسيت شي فرقه قنيطره جديده الكوكب الجمهور ديال البطوله الوطنيه كله نديروا معاه حلقات ويعطينا وجهه النظر ديالو هذا عادل عمر كيحييكم غادي نتوقفوا مع فاصل بعده نواصل